هل في بعض الأسماء متحصنة؟ هالة 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 متحصنة، أوكي. لأن هي هالة. هو أنا بتحصن إزاي؟ بعمل لنفسي هالة. أنا دلوقتي مثلا أنا واحدة مثلا بحسكوا أنتوا التلاتة، راح الكرسي مقلوب بكاظم بس الوحيد وانتوا الاتنين لا. مثلا ليه سابق كاظم على طول؟ كاظم مش متحصن، ما تحصنش. هو التحصين بيعمل ايه؟ مش احنا قلنا ان ده طاقات؟ صح. فانت ما بتقولي اذكار الصباح والمساء دي بتعمل هاله، بتاخدي الثلاث تمرات الصبح برضو الثلاث تمرات بيعملوا هاله. ليه بناخدهم بعددهم ثلاثة او رقم فردي؟ لان ده بيروح عامل كده، فانا بحسد فراحت الطاقه بتاعتي. طبعا كاظم ما تحصنش، راحت هوبا قلب الدنيا. انت عماله اخبط في حيطه، ايات عماله اخبط في حيطه. ناس بتقول لك نجمها خفيف، في حد يقول لك نجمه خفيف، اي حاجه بتاثر فيه. في حد نجمه خفيف ده دايما الجمله دي ايه معناها؟ نجمه خفيف منها. بلاقي دايما اللي يقول لك نجمه خفيف ده، باجي الاقي حروف اسمه الاقيه ايه؟ هوا كله، نار، طاقته مفتوحه قدامي عامله كده، انسان كده، كتاب مفتوح. طب يعمل ايه؟ يتحصن، يعمل اسم تاني، قلنا اسم شهرة، اسم دلع، يحاول يقوي نفسه، يقوي من طاقته. تعال اقول لكم بقى على الحاجة اللي احنا بنعملها وكلنا فاكرين ان احنا، انا لابسة عين زرقاء، انا لابسة كف، ما تقوليش انا لابسة، طلعت شغالة؟ لا ده مش شغالة، ايه ده؟ هي بتجيب لك الحسد. العين؟ والكف. ده انا بالعكس. هقول لك ليه بقى. ما هي بتمتص العين صح؟ بتاخد العين، بتاخد العين، عين ده وعين دي وعين دي وعين دي. يبقى دي هتبقى ماسكه طاقه سلبيه ولا طاقه ايجابيه؟ كلها سلبيه وانا شايلاها وماشيه بيها وفرحانه قوي. تمام؟ طيب نعمل ايه؟ خلاص انت جبتيها، مش هنتخلص منها. ناس جايباها ذهب، جايباها الماس، جايباها كده. كل 15 يوم يا ريت تطهريها، يبقى بتطلعي منها ايه؟ بس الجدات، طاقه الجدات، بما اننا بنتكلم على الجدات، كانوا على طول العين دي يعني بيلبسوها في الصيغه بتاعتهم، بتلاقي العين ويطهروها. عربيه جديده كان دايما هما اللي بيدوها الهديه، كان يجيبوا الكشمجيه وتبخرها، بتفضي الطاقات اللي فيها. مش كل على فكره اي حاجه واخده طاقه انت لازم تطهريها. انا